استخلصت بأنه المنتخبات الأربع للمجموعة قوية وقوية جدا. المنتخب الوطني تعادل أمام سيراليون، واليوم المنتخب الإيفواري فاز بصعوبة، فاز بهدف أول في الدقيقة الخامسة. هذا لم يمنع المنتخب الغيني الإكواتوري من تقديم أفضل ما لديه وخلق العديد من الفرص من أجل معادلة النتيجة. هدف مقابل صفر تعني نقاط ثمينة بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار الذي أصبح يتصدر هذه المجموعة الخامسة. والمأمورية لن تكون سهلة لكل المنتخبات. المنتخب الوطني عليه تجاوز عقبة منتخب غينيا الاستوائية والحذر منه واستخلاص الدروس التي حدثت له في المباراة الأولى. المنتخب الوطني تعثر، ولكن هذا التعثر مفيد ومفيد جدا، جاء مع بداية البطولة، سيمنحنا القوة من أجل الذهاب بعيدا والذهاب في أبعد نقطة ممكنة من هذه البطولة. لا يا أخي العزيز، كرة القدم فيها الفوز، فيها التعادل وفيها الخسارة. المنتخب الوطني تعادل في ظروف خاصة، صحيح بأنه الرطوبة ودرجة الحرارة كانت عالية جدا، لم تساعد أداء اللاعبين الذين استحوذوا على الكرة، ولكنهم لم يقدروا على ترجمة تلك الفرص إلى أهداف من خلال محاولات تسديدات كانت ضعيفة، تنبئ بأنه عناصرنا الوطنية كانت تعبانة بدنيا من جراء المناخ. المنتخب الوطني لم يتراجع مستواه، وحتى ويتراجع مستواه هذا شيء طبيعي، من الصعب أن تصعد إلى القمة لكن الأصعب أن تحافظ على مكانتك في القمة، هذا مثل يقال، وهو حال التشكيلة الوطنية بقيادة جمال بلماضي التي لن تدخر جهدا من أجل إسعاد الشعب الجزائري مرة أخرى، وهذا ما نتمناه لأننا سنستعيد العافية. والأمثلة كثيرة من خلال منتخبات بدأت مبارياتها في نهائيات كأس العالم وكأس أوروبا بهزائم وتعثرات وأنهتها بطلة، والدليل سويسرا وكذلك إسبانيا. والله شيء يندلع الجبين ما حدث اليوم بالنسبة للمدرب سيكازوي الذي يقال بأنه له سوابق في هذا المجال. ربما لو أخطأ في المرة الأولى لما أوقف في الدقيقة 85، وبالتالي ذلك الخطأ ثم تراجع، كان بإمكانه أن يتعرف على ما يقوم به، بمعنى أن ساعتي معطلة أو شيء من هذا القبيل، وهو لديه مساعد أول والثاني وحكم رابع وكذلك غرفة الفار، ثم يعيد نفس الخطأ، فهذا خطأ جسيم وقدم لنفسه بطاقة حمراء قد تنهي مشواره في هذه النهائيات. ونتمنى أن لا تتكرر الأخطاء. أعتقد بأنه حتى الحكم المغربي اليوم حرم من ضربة جزاء منتخب غينيا الاستوائية، أعتقد بأن لمسة اليد أنا لم أشاهدها ولكن قيل لي هذا، وبالتالي يكفينا الخلل في الفار، يكفينا يعني الحرارة والرطوبة العالية وسوء الأرضيات، فبالتالي على الحكام أن لا يهضموا حقوق المنتخبات التي قدمت إلى هنا. في رأيك بكل صراحة، هل الكاميرون جاهزة في التنظيم؟ شفنا عدة تغارات. أكيد التنظيم 100% لن يكون يا صديقي، ولكن مع هذا الأمور ماشية والأمور في صعبة ببدايتها، ولكن بمرور البطولة وتنقص المنتخبات راح ينقص الضغط وراح تتحسن البطولة من مباراة إلى أخرى، وبالتالي لا يمكن أن نحكم على الكاميرون منذ مباريات الجولة الأولى، ونحن نعلم بأنه كان تحدي للقارة السمراء تنظيمات النهائيات وتحدي للكاميرون، لذلك نحن كأفارقة علينا أن نقف إلى جانب إيتو صامويل وكذلك دولة الكاميرون في احتضان هذه النهائيات. من الآخر كلمة إلى مشاهدي قناة أورون فينا كديزات. والله نحبكم يا أورون فينا كديزات، حبوني أنتم، ما داروا لي حملة يا كلبك، داروا لي حملة في الفيسبوك ورجعوني ما نعرفش نهضر، شتوني كيفاش كنت نهضر؟ نعرف نهضر خاوتي، مال الحملة هذيك اللي صرات لي كانت مدبرة، وبلا البناري هنا وأنا أخدمكم، وأنا سعيد جدا بحديثي معكم عبر قناة أورون فينا كديزات. شكرا.